ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على موضوع مهم جدا يخص كل الابراج، وهنتكلم على اكتر الاشياء اللي بتسعد كل برج في الحب بالذات. وهنبدأ ببرج الحمل عشان ما نأخرش في الموضوع ونتكلم فيه بشكل اسرع. نبدأ ببرج الحمل. اول الحاجات اللي بيعشقها جدا جدا وبيحبها انها تكون مستمرة معاه في الحب وبتخلي الحب يستمر، وهي الصداقة في الحب. بمعنى ان احنا نكون مش مجرد اتنين بنحب بعض، لا، احنا اتنين اصحاب، اتنين دايما بنعرف نضحك ونهزر زينا زي اي حد لما بيكون اصحاب. اساس نجاح العلاقة مع برج الحمل هي الصداقة. الصداقة وفي نفس الوقت التعامل بذكاء، اني انا اكون شخص دبلوماسي، ان انا اكون شخص قد ايه بعرف يعني اخد الطاقة السلبية احولها الايجابية، او امتص العصبية او اخفف من عصبية برج الحمل. من هنا برج الحمل سواء رجل او امرأة مستحيل ان هم ينسوا الحب اللي هم عايشين فيه، بل بالعكس الحب بيتمسكوا بيه اكتر، او الشخصية دي بيتمسكوا بيها اكتر. وطبعا كمان الغزل ده شيء مهم جدا في حياة برج الحمل. بيحبوا جدا ان انت تغزلهم، ان انت دايما تكون شايفهم واو، ان انت تكون فخور بيهم، انك تكون مهتم جدا جدا بمظهرهم بشكلهم، وتعلق التعليقات الايجابية. حتى لو كان في شيء انت شايفه مش كويس تبدأ تعلق عليه، بس تعليق بشكل لطيف، ان لو احنا غيرنا او عملنا او ضفنا هيكون افضل او احسن. من هنا برج الحمل عمره ما ينسى الشخصية اللي بيحبها، بل بالعكس الحب بيزيد. البرج رقم 2 هو برج الثور. برج الثور بيعشق جدا جدا في العلاقة العاطفية او في الحب، او الشخص اللي فعلا بيخطفه، من اهم الاشياء ان يكون الشخص ده قد ايه ذكي، قد ايه ليه هدف، وقد ايه طموح، وقد ايه هقدر ان يبهرني او هيقدر انه يبهرني بشخصيته، بنجاحه، بعقله، بان هو شخص كمان شكله ومظهره قد ايه جذاب، وقد ايه قادر يحافظ على اناقته وشياكته. بيحبوا الجمال في كل حاجة، والجمال اللي هو الى ناحية الكمال يعني. فدايما بينجذبوا قوي قوي للشخصية الطموحة، الشخصية الذكية، الذكية في التعامل والذكاء في العمل، الذكاء في حاجات كتير جدا جدا. برج الجوزاء، الجوزاء بيحب جدا جدا السعادة. مفهوم السعادة عند برج الجوزاء كبير وجواه معاني كتير جدا جدا. بيحب قوي قوي السعادة في الحب، السعادة في الضحك، في الهزار، في المرح، السعادة في ان احنا نكون منطلقين مع بعض، السعادة ان احنا نكون قد ايه بنحب الحياة، السعادة انك تفهمني، يعني اكون سعيد، خليني اكون سعيد. فاذا اعمل حاجات كتيرة تخليني اكون سعيد، وقتها برج الجوزاء يكون ده من اكتر الاشياء اللي بيحبها، وبالتالي بيقدر جدا جدا الشخصية اللي هو بيتعامل معاها او في علاقة عاطفية معاه. بيحب جدا جدا انك تتعامل معاه بالذكاء السعادة، يعني اتعلم مفهوم السعادة وبعد كده تعالى طبقه مع شخصية برج الجوزاء، وقتها هيكون بيحبك جدا، لان برج الجوزاء صعب انه يرتبط، او صعب ان هو ياخد قرار ان هو يكون في مسؤول او هي مسؤولة، الا لما يكون حاسس بشكل قوي جدا انه سعيد مع الشخصية دي. البرج اللي بعد كده هو برج الاسد. برج السرطان الاول. برج السرطان من النوع اللي يحب الحب والعاطفة. الحب والعاطفة عنده دول شيء قوي جدا. برج مائي وبرج حساس جدا، برج بيفكر بعاطفته قوي، فبالتالي اديله مشاعر، اديله حب، اديله اهتمام عاطفي، اديله رومانسية هيحبك جدا، اديله امان عاطفي، اديله الحب بمعنى الكلمة، يعني مش حب ككلام، حب كأفعال. الكلام العاطفي والفعل العاطفي والاسلوب العاطفي والاهتمام العاطفي، وقتها اديله الامان من الناحية العاطفية، انك مش هتغدر بيه او تخون. بالتالي هنا هيكون من اكتر الاشياء اللي بيعشقها في الحب او في الشخص اللي هو الشريك، يعني سواء رجل او مرأة. طبعا كل الابراج اللي بتكلم عليها سواء رجل او مرأة. البرج اللي بعد كده وهو برج الاسد. برج الاسد بيحب جدا جدا الاهتمام، الاهتمام والبرستيج كمان، يعني تديله برستيجه، ان هو لو حس ان هو معاك شخصية مهمة، انه ليه كيان، ليه برستيج، ان هو ان انت مش متفضل حد عليا، ان انت مش شايف حد عليا، اني انا وبس، انا فارق معاك جدا او فارق معاكي جدا، ان احنا مهمين بالنسبة لكم. فكرة الاهتمام يعني احنا بنهتم او انتوا بتهتموا بينا، ان اكلنا شربنا تعبانين، خلي بالكم كذا، لا كذا، لا بتزودوا من طموحنا، الحاجات دي اهتمام بكافة اشكاله، وان انا احس ببرستيجي، وان انا ان احس انك فخور بيا. فدي من اهم الاشياء برضو في العلاقة العاطفية عند برج الاسد. بيحب جدا جدا ده، وبيكون سعيد قوي قوي من الاجواء دي.
البرج اللي بعد كده هو برج العذراء. برج العذراء يعشق يعشق في العلاقة العاطفية ويسعد جدا 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 من حيث الأمان. يعني برج العذراء من النوع الراسي والهادي، ومن النوع اللي بيحب جدا ان انت يبقى واثق انك بتحبه. يعني اديله الامان بفكره الثقه، الثقه ان هو ان انت بتحبه، الثقه انك مش هتغدر بيه، الثقه انك مش خاين، الثقه انك مش مادي، الثقه مش انك ممكن تكون بتضحك عليا، حاجات كتير جدا جدا. فكره الامان هي اللي بتزود الحب عند برج العذراء وتخليه ينطق او تنطق، لان برج العذراء في البدايه بيتهمه بالبرود العاطفي، ولكن اللي بيطلع المشاعر القويه جواهم هي الحب، الأمان، كمان حتة الاهتمام الزائد. يعني هما كمان بيحبوا جدا فكرة إنك تهتم بيهم، مش الاهتمام الزائد ولكن فكرة الاهتمام بشكل قوي. البرج اللي بعد كده هو برج الميزان. برج الميزان من النوع اللي بيحب الدلع، بيحب الدلع في حاجات كتير، بيحب الدلع مع يعني يحس ان انت بتدلعه، ان انت فرحان بيه، ان انت مبسوط، بيحب الحريه، بيحب السعاده، انك تفهم برضو مفهوم السعاده. ودي مجموعه الابراج الهوائيه بتشترك جدا جدا في الموضوع ده او النقطه دي، انه يحس ان انت مدلعه، دي يعني انت محسسه ان هو كل حاجة، وان احنا مبسوطين وضحك وهزار وخروج وانطلاق ولكن مع وقت الجد بتبقى جد، مع وقت المتطلب فيه ان احنا نكون قاعدين بشكل كبير ناضجين، بنتكلم لبكرة، بنتكلم في حاجة ليها علاقة بالمستقبل، نكون فعلا جديين جدا جدا. فبرج الميزان ده من أساسيات السعادة في الحب، إنك تكون شخص عارف إمتى تكون بتتعامل بشكل جد، وإمتى تكون عارف تدلع، وإنك تكون مرح وهزار والحاجات دي كلها. فده من الأشياء السعيدة جدا جدا بالنسبة له. طبعا بيميل إلى فكرة الجمال شوية، يعني يكون الشخص اللي قدامه بيميل إلى الجمال، شخص جميل. طبعا حاجات تانية كتير جدا، ولكن بنقول نبذة كده عن كل حد. البرج اللي بعد كده وهو برج العقرب. برج العقرب برج مائي، بيحب جدا جدا الحب، الاهتمام، بيحب جدا انه يحس ان انت بتحبه، مش انه يشوف ان انت بتحبه، او مش ان انت بتتكلم وتقول كلام انا بحبك، لكن بدون فعل، بدون احساس. من هنا يبدأ انه يبقى مش سعيد، لكن السعادة في الحب انه يحس فعلا انك شاريه، انك باقي عليه، انك بتحبه بفعل، انك قوي جدا في افعالك، ان احساسك يكون واصل له بشكل قوي، ان انت في بعض الاحيان ما تملش في الغموض، ان انت تكون واضح في الحب وافعالك في العاطفة. يعني ما يبقاش في خبث، ما يبقاش في لو ما يبقاش في مقارنة ما بينك وما بينه، ما بينه وما بين حد تاني، الحاجات دي. ولكن من الأشياء اللي بتسعده في الحب هي بداية العلاقات، عارفين فكرة إنه يكون أنت كمان بتتعامل بغموض، بحيث إن هو عايز يفك رموز حياتك، يعني أنت شفرة بالنسبة له، عايز يعرف عنك كل حاجة. من هنا بيبدأ يدور وراك، وده بيكون من أسعد الأشياء اللي موجودة، ولكن يكون في إحساس من الحب داخلك بيوصله. هنا بيكون السعادة في الحب اللي موجودة عند برج العقرب. البرج اللي بعد كده هو برج القوس. برج القوس من أهم الأشياء اللي بتسعده جدا هي الحرية، إنك تكون بتديله الحرية، مش بتديله الحرية فرضاني، لا، إن أنت ما يكونش عندك غيرة أو ما يكونش عندك تسلط، ولكن الحرية إنك تمارس الحرية معاه، إنك نسافر، إن إحنا ننطلق، إن إحنا نضحك، إن إحنا نهزر، إن حياتنا تبقى قد إيه فيها ضحك وهزار، ما فيهاش كآبة، ابتعد عن الكآبة مع برج القوس. كمان حاجة تانية مهمة، وهو التفكير في بكرة، التفكير في المستقبل، ده برضو بيكون هام جدا لبرج القوس، وبيسعد قوي قوي لما بيلاقي الشخصية اللي بيتعامل معاها ان شخص ناضج، بينظر نظرة للمستقبل، وفي نفس الوقت بيضحك وبيهزر وفرفوش ومنطلق وبيهديني، وكل الحاجات دي. هم برج بيحبوا الحياة، هو برج الحياة اساسا، فتديله المرح، الحاجات اللي ليها علاقة بالسعادة، هيكون سعيد جدا من وجهة نظره. البرج اللي بعد كده هو برج الجدي. برج الجدي هو بيعشق الكمال، او بيسعد جدا جدا لما بيلاقي العلاقة او الشخص اللي قدامه في حاجات كده نقدر نقول ان هي بتصل الى الكمال، مش هو شخص كامل، ولكن الاكتر الاشياء اللي بتسعده جدا جدا في الشخصية دي انه يكون شخص ممزج باتنين، انه يكون قد ايه ناجح عظيم بيدور للمستقبل، وانه يكون شخص مرح وبيضحك وبيهزر. في شوية من برج الجوزاء، ولكن هو بالفعل برج الجدي بنفس الموضوع، برج بيبقى حابب ان يعني بيسعد جدا انه يلاقي الشريك في فكرة الامان. يعني برج الجدي عنده غيرة شديدة، ولكن بيدور على اللي يديله الأمان.
كمان، اللي هو انا يخليني ما غيرش، يخليني ما احسش انه ممكن يغدر بيا في يوم من الايام، احس حتى، مش ان هو يغدر فعلا، لا مجرد احساس. فدي من الاشياء اللي سعيده جدا جدا لبرج الجدي، بيحبوا فكره الامان، فكره انك تكون كامل من حاجات كتير حتى لو احنا هنتنازل عن بعض الاشياء. فده برج الجدي. البرج اللي بعد كده برج الدلو. برج الدلو بيحب جدا انك تحسه تفهمه بدون ما يتكلم، تعرف هو عايز يقول ايه بدون كلام. لما يحس ان انت على شعور بيه قوي، لما يحس ان انت بتعرف تطبطب عليه، لما يحس ان انت عندك مصدر الامان، انت المصدر بالنسبة له الامان، انت اللي انا لما اكون عايزة اتسند على اي حاجة هتسند عليك. اني لما الاقي ان انا يعني من الاخر من الاشياء اللي بتسعد برج الدلو، اني لما احتاج حاجة الاقيك، حاجة عملية، حاجة مادية، حاجة عاطفية، شيء أيا كان، ألاقي الشخص ده. مجرد ما ألاقي الشخص ده موجود معايا وفي ظهري وسندي في حاجات كتير جدا، وقادر يطبطب عليا ويحسني ويفهمني بدون ما أتكلم، ده من أهم الأشياء اللي بتسعد برج الدلو. وطبعا ما ننساش الغزل والضحك، وإنه يكون شخص مرح وحر ومنطلق، دي برضو من الأساسيات المهمة. آخر برج، برج الحوت. برج الحوت من أهم الأساسيات السعيدة في العلاقة العاطفية معاه، إن هو يكون هو عاشق للرومانسية، فبالتالي لازم العلاقة العاطفية تكون فيها رومانسية، فيها حب، فيها دلع، فيها غزل، فيها حرية بعاطفة، فيها لمسة حلوة، فيها حاجات كتير، فيها كلام لطيف، الرومانسيات بكافة أشكالها. برج مائي، والأبراج المائية هي عاشقة للحب والعاطفة والتفكير العاطفي والحساسية العالية. عامة احنا اتكلمنا نبذة عن كل برج في أساسيات الحب والسعادة في العلاقة العاطفية أو في الحب. عامة أنا مستنية تعليقكم وتقولوا لي الكلام ده بيتفق معاكم ولا لا، وتقولوا لي إيه كمان بيسعدكم في الحب لكل الأبراج. بتمنى لكم الحب وبتمنى لكم السعادة في حياتكم بشكل عام. بشكركم، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.